بسم الله ما شاء الله، ذكر محترم. تعالى صايع، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، تعالى صايع، اثبت. الله ينور ايه ده بس، وحش، الله ينور، يلا شك ومنديل هيخلع. بسم الله ما شاء الله، اثبت يا صايع، تعالى. بس يا نهار ابيض، اثبت اثبت. السلام عليكم. ان شاء الله مكملين في سلسله صيد الغله. هنصطاد النهارده ان شاء الله لطش من دور الغله، السمك اللي بيطلع على المرايه بالطريقه الخاصه بتاعتنا. ان شاء الله النهارده هرد على تعليق اتكرر كتير، اخواتنا وحبايبنا بيقولوا يا عم غير، كله لطش 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 في نفس المكان، فهرد عليهم وان شاء الله في اخر الفيديو ننزله شويه سمكتين باذن الله على المباشر، وان شاء الله نعمله فيديو كويس. وبالنسبه لشرح طريقه الصيد ان شاء الله هسيبها لك في اول تعليق، هتلاقيه موجود في اول تعليق طريقه الصيد بالتفصيل. طيب نيجي نرد على اخواتنا وحبايبنا، انا من باب هرد عليهم ومن باب التاني برضه هقول لك ازاي تصطاد صح طول السنه. اسمع بقى ابن اخوك، انا بقالي اكتر من 25 سنه بصطاد، اي صيد تتخيله ممكن تصطاده انا اصطادته، سواء حداف على قراميط على بياض على كراكير، اي صيد ريمه صرصار، كل حاجه بفضل اللي انا جربتها. فانا دلوقتي بقالي حوالي 8 سنين مستقر على اللي انا بعمله ده، اللي هو ايه، بصطاد في الصيف غله وما بغيرش مكاني، باخد سمك ما باخدش سمك، هو الدور بتاعي ما بغيروش، ميه ما بغيرهاش. وفي الشتاء بصطاد مالح صيد تشويح، يبقى انا بصطاد 6 شهور لحد شهر 10 ان شاء الله هتلاقيني شغال مالح تشويح. هتيجي تقول لي انت ليه يا عم ما بتغيرش ال 21 وما بتغيرش التشويح؟ لا ما بغيروش، وده الصح في الصيد. ان الصيد يا جماعه اسمع من اخوك بقى، الصيد عايز استقرار، تمام؟ بمعنى ايه؟ انت دلوقتي لما تصطاد على طريقه او في مكان هتحفظه، هتعرف مع الوقت والممارسه هتعرف تاخد سمك. وبعدين معلش بالمنطق وبالعقل، انا دلوقتي اغير الصيد اللي انا بصطاده ليه؟ انا الهدف من ان انا اصطاد اجيب سمك، طب انا كل طلعه بجيب سمك اغير ليه؟ هل انت مثلا لو مكاني هتغير؟ اتحداك. لو انت بقى من باب النصيحه عايز عشان مثلا القناه بتاعتي تنجح او الكلام ده كله الناس بتزهق وتمل، لا، يبقى هنا اقول لك جزاك الله خير، انا بفضل الله الحمد لله شغلي كويس، انا مش مستني حاجه من القناه. يعني انا القناه ما باخدش منها ربع جنيه، بس انا يعني ايه، احنا بنقدم معلومه ان شاء الله يكون فيها افاده والناس تستفيد بيها. زي اخونا وحبيبنا بعت لي تعليق بسطني امبارح، ربنا كرم وفرحان يعني خد سمك، هتشوف التعليق هنزله لك واحنا بنتكلم كده. فده هدفنا من القناه، لكن حته بقى القناه ومشاهدات والكلام ده لا، انا بالنسبه لي ده مش اكل عيش، انا بفضل الله شغلي الحمد لله دخل لي دخل كويس، فحته ان انا تنوع والناس ما تملش لا. لو انا اروح معلش يعني اروح اصطاد ايه؟ معلش انا في الصيف اروح اصطاد في النيل ايه؟ اقعد على قرموط، هتقعد على كركور على بياض، هتاخد ايه؟ نتيجه معلش ده الصيد يا جماعه بائس، ما فيهوش انتاج، مش هتعرف تاخد سمك كل ما تطلع. هتروح واصطاد بدود وطعم واقعد لف في الشمس، هتضحك اهو طالع امبارح في الشمس حاطط كريمات دراعاته مولعه نار. لكن معلش انا معلش الصيد ايه؟ انا راجل هاوي، مش القناه دي مش اكل عيش. فانا راجل هاوي، هاوي ايه؟ قاعد قاعده كويسه، قاعد في الظل، محتاج ايه تاني؟ باخد سمك اغير ليه؟ واي حد بيقول لي غير، لا والله لو مكاني مش هتغير، لان بفضل الله صيد ممتع جدا. فانا ما بغيرش بقالي حوالي 8 سنين باخد موسم الغله لحد شهر 10 وبعد كده بشتغل مالح، بفضل الله الحمد لله ربنا بيكرمنا برضه في صيد المالح عشان برضه بنشتغله صح وفي استقرار. ونصيحه من اخواتنا وحبايبنا، عايز عشان ما تضيعش وتحرق مجهود على الفاضي، اعمل زي ما انا بقول لك كده. لو انت مثلا مش من بلد ساحلي زي حالاتنا في اسكندريه تصطاد في الشتاء مالح وفي الصيف غله، يبقى انت هنا في الارياف تصطاد 6 شهور لحد شهر 10 11 غله، وبقيه السنه اشتغل ريمه. محدش يا جماعه يصطاد بدود ارض، احنا في 2024 المفروض ده كده الكلام ده انتهى، حته بقى يطلع دود وارمي حداف وافضل قاعد عشان تاخد لك قرموط، لا الصيد ده بائس بائس. مفيش حد من قنوات الناس الناجحه بيطلع يصطاد الكلام ده على طول، لا هتلاقيه يصطاد يا غله يا ريمه، غير كده صيد بائس محدش يطلع يا جماعه يصطاده. لاتش، نسيت اللاتش. يعني سيبك من اللاتش ده اهم حاجه، اتكلم في العموم، ما تشتتش نفسك. انا واحد من الناس لو مش هصطاد غله مثلا ما بطلعش مالح، هصطاد في الشتاء ريمه، لكن الجو الحزين البائس ده ارمي واستنى كركورين اصطاد مش ولا بس اصطاد وانا مش فاهم صح، قعدت اعاني معاه واصطاد بيطلع المشروع عشان ناخده حنش ولا حنشين، قصه حزينه وبؤس، واخواتنا اكيد عارفين الكلام ده بتطلع لا. فمن باب النصيحه زي ما بقول لحضراتكم كده، اصطاد لو بلد ساحلي في الشتاء مالح وفي الصيف اصطاد غله، وما تصطادش ريمه. ليه؟ الغله قاعده نزيهه، هتقعد في الظل ما شاء الله وسمكتها عدله، ربنا هيرزقك منها. مش من بلد ساحلي يبقى اشتغل غله واشتغل ريمه فقط لا غير.
ما تضيعش مجهود وتحرق وقت في صيد فاشل، رميت وبياض وكراكير فاشل ما فيهوش انتاج، تاخد سمكه سمكتين وتطلع كتير ما تاخدش، وبنشوف اخواتنا يطلعوا يهزروا على الفيس وبتاع كرهنا الصيد وكرهنا الهوايه بسبب ايه؟ ما فيش انتاج. الهدف من الصيد انك تمسك سمك تطلع تصرف وكده، ما بتجيبش مصاريفك، لكن بفضل الله بنطلعوا بنجيبوا مصاريفنا. وجزاكم الله خيرا. اي حد عنده مشكله في صيد الغله يكتب لنا في التعليقات وباذن الله نرد عليه. تعال بسم الله ما شاء الله. تعال زغلول اثبت يا ولد ما شاء الله، احلى زغليل. تعال بسم الله ما شاء الله. تعال زغلول اوعى المباشر. تعال اهو اهو لايف تاني اهو يا عم اتنحرر يا عم اتنحرر، شكلك وحش اهو اهو احلى زغليل. زغليل محمد ان شاء الله دمرته عشان ما يعملش راسه براس الكينج تاني. تعال يا غزال اوعى اوعى المباشر. بسم الله ما شاء الله، هسمعك صوت العركه. اخبط يلا اخبط سمعه، اخبط بقى زغلول ولا بلاش اللي يفلت. سمعت يا نهار ابيض فلا يا شبك. تعال سمع 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 اهو اهو احلى زغليل ما شاء الله. هو اللي استفزني وجابه لنفسه، يستحمل بقى. تعال عودة ضربة القاضية. الضربة القاضية فين ايه يا حبيبي؟ الضربة القاضية فين ايه؟ اهو اهو عاوز اجيلك اهو. تعال يا غزال بسم الله ما شاء الله، اوعى يا علا اوعى يا زلو. تعال يا زغلول تعال شايفك بسم الله ما شاء الله. تعال الله اكبر بسم الله اثبت يا نهار ابيض فلت. تعال ايه جه بسم الله ما شاء الله، ذكر محترم. تعال يا صايع الله اكبر بسم الله ما شاء الله. تعال يا صايع اثبت. الله ينور يا وحش الله ينور. ايه ده بس شكه من ديله هيخلع. بسم الله ما شاء الله اثبت يا صايع. تعال بس يا نهار ابيض اثبت اثبت يا ابن الجزمه. هيفلت يا محمد يا ابن الجزمه. طب روح ناحيه الحجاره ازاي؟ تعالى صايع اثبت بقى خرب بيتك. تعالى يا غزال بسم الله ما شاء الله. تعالى بقى ولا هتفلت انت كمان. اثبت يا ولد ما شاء الله اثبت. يلا بسم الله ما شاء الله. تعالى يا غزال بسم الله ما شاء الله، احلى غزال. تعالى تعالى يا صايع بسم الله ما شاء الله. الله ينور هات عليك. ايه ده بقى اللي يفلت ده كمان. تعالى صايع اطلع على طول بسم الله ما شاء الله، احلى زغليل. تعالى بسم الله خطفتك يا صايع. ما شاء الله عليك يا كينج خطفته. احلى زغلول لو السمكه بعيده معومه تعمل ايه؟ زي ما انا بعمل كده، مش عارف باين في الكاميرا ولا لا، ترمي خمس ست حبايات لو الدور زي عندي مجمع سمك كتير هتلاقيه بيطلع يجري ياخدها، تغفله انت بقى في الحته في ثانيه كده تكون انت اسرع منه وهو بيجري ياخد الغلايه تروح جاي خبطها زي ما انا عملت دلوقتي. تعالى تعالى صايع ما شاء الله خطفته. اثبت ما شاء الله تبارك الرحمن. ايه يا عم العركة دي؟ الله اكبر بسم الله. تعالى خطفت الصايع. الله غزال محترم تعارك. تعالى تعالى صايع ما شاء الله. تعالى خطفت المجرم. ما شاء الله تعالى احلى زغليل. تعالى على صايع ما شاء الله. نجح الكمينه محمد. ما شاء الله تعالى الله اكبر ما شاء الله. اللصوص دولت لازم تشغل دماغك عليهم،
ما شاء الله، عامل لهم كمين ما شاء الله. تعالى تعالى صايع. ما شاء الله، تعالى زغلول، تعالى 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 غزال. بسم الله ما شاء الله، تعالى صايع، الله اكبر ما شاء الله، احلى غزال، تعالى تعالى صايع. عليك يا كينج، تعالى تعالى، بسم الله ما شاء الله، يا نهار ابيض على الزعل، تعالى بسم الله ما شاء الله، يا نهار ابيض يا محمد، تعالى تعالى صايع، تعالى صايع ما شاء الله، تعالى بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، تعالى صايع، بسم الله ما شاء الله. زغلول، بسم الله ما شاء الله، سرقته ما شاء الله، احلى زغلول ما شاء الله. معلش بقى نسيت افتح الكاميرا مع الغزال ده، ما شاء الله غزال محترم، تعالى تعالى يا صايع، تعالى يا صايع، تعالى تعالى يا صايع ما شاء الله، تعالى رايح فين؟ عليك يا كينج، قصة ابن اللذينة يا ابني، تعالى الله يهديك ما شاء الله، تعالى زغلول، زغليل من على المراية ما شاء الله، تعالى بسم الله. اوعى اللايف، اوعى، سامع؟ انا سامعك صوت، صوت الدار عركة، بس سامع ولا مش سامع برضو؟ يلا اطلع. تعالى زغلول ما شاء الله، احلى زغليل، معلم بيتحداني. تعالى يا ولع، تعالى يا ولع على المباشر. بسم الله ما شاء الله، اوعى فلت.